في الإحياء يقول لك هيك أسباب العشق، كيف تعشق إنسان أنت لكذا، من بين أسباب العشق تعشق الإنسان لذكائي لجمالي. فعلا أنا بشوف هذا من أعظم موجبات العشق، تشوف إنسان كامل في عقله، ذكي جدا جدا، لماح عبقري، يوجب لك محبة غير طبيعية، صحيح؟ للإنسان هذا، وهذا عشق الكمالات. والناس الشهوانين لا يعشق إلا إيه؟ إلا الحس، لازم يشوف بنت جميل وحلو كذا عشان يعشقها. بدليل هذه بين قوسين، هذه ملاحظة مهمة، هذه بدليل للأسف الشديد قل أن تجد بشرا من البشر إلا وهو يبخع ويخشى أمام الجمال الحسي، صح؟ وممكن يتعبد في محرابه. أيوه زي المشيخ الكبير، مرة أنا قرأت عند وارد جيبن المؤرخ الإنجليزي العظيم، صاحب ألطف تاريخ وأعظم تاريخ للإمبراطورية الرومانية، اسمه ذا فول أند ديكلاين أو رومان إمباير، يعني سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية في 6 أجزاء. المهم كان مرة ركب في القطار، فمرت فتاة قال لك فرقت قمر، فقام السياسي والمؤرخ والكاتب الأديب العظيم إدوارد جيبن وركع على ركبتيه، اسمحي لي قال أن أؤدي تحية عبادية طقوسية لهذا الجمال البائع يا سيدتي. زلمة كبير في السن، معظم البشر يبخع مباشرة بل يتعبد للجمال الحسي. سؤالي أنا، ولم لا نبخع ونتعبد لجمال الحقيقة؟ لما يظهر الحق في شيء ولا يهمني لا أبوي ولا أمي ولا سنة ولا شيعة ولا الدنيا كلها، سأقول به، لأنه هذه الحقيقة. الحقيقة أجمل شيء في الوجود، أجمل من أي امرأة، أجمل من حور العين، والله العظيم حقيقة. هذا الحق وهذا الباطل، سأقول بالحقيقة لأنني إنسان سليم الفطرة، عاشق، إنسان عندي إحساس، عندي عاطفة، أنا بشر، أنا ابن آدم الحقيقي، وارث آدم، أنا وارث آدم. لما تظهر الحقيقة سأتعبد في محرابها مهما حصل، وسأكون أشعر بنشوة العشق، عشق الحقيقة. لكن للأسف معظم الناس أشبه بالبهائم، يعشقون الحس ولا يعشقون المعنى، ولا يعشقون لأنهم أشبه البهائم، حتى وإن كانوا في صور مشايخ وعلماء ومفكرين أشبه البهائم. لا يعشق الحقيقة، لا يبخع لها، يكابر عليها، لا، لازم نعشق الحقيقة.